ده بدون شك، بس انا بتكلم على التوقيت يا كابتن هاني، التوقيت اللي في كل ماتش او مباراه مهمه عندك لازم الاخبار دي تدخل، لازم الناس كلها تتكلم. النهارده عندك مثلا موسيماني طلب رحيل بادجي اللي يعني عن فريق النادي الاهلي، مين اللي كتب ده؟ مين مصدرك؟ مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ صالح جمعة ماشي من الفريق برضو، ده خبر تاني بقاله يومين دلوقتي على مواقع كتيرة قريته أنا. النهاردة يا جماعة الفريق النادي الأهلي في مهمة قوية وطنية كلنا بنلتف وراه، أرجوكم جماهير النادي الأهلي تخلي بالها من الفتنة اللي بتحصل للفريق في الفترة المهمة دي، واللي إن شاء الله مش هتفيد والغرض منها مش هيحصل، وبإذن الله كلنا نحتفل هنا بالبطولة زي ما بنأكد إن شاء الله كل يوم بإذن الله بإذن الله. بس ده يعني توقيته هو اللي أنا مستغربه. هو خلينا نتكلم بكل أمانة، يعني خلي برضو الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا تتحرى الدقة شوية خصوصا في التوقيت الحساس ده.